أهلا وسهلا ومرحبا. هذا يوم جميل، الحمد لله، يدخل الخير والبركة على الجميع. أخنا غادي مزيان الحمد لله، هذاك اللي كيقولنا العلماء ديال لانجيز دو بروباغاسيون ولا لو شيف بروباغاسيون ديال لا مالادي، إن شاء الله يهبط على واحد ولا يستقر في واحد، وإن شاء الله يبدا واحد فترة جديدة ديال خفض الحظر تدريجيا وبحكمة وبعقلانية، وإن شاء الله نكون على خير. هذه سمكة بوسون صار، سي ان بوسون اسونسيالمون ماروكان، كيكون في لي كوت ديالنا لي زو تيريتوريال، وتقريبا ماشي بعيد بزاف، لي بيشور كيقدرو يكبروه. غنديرو عمود من لهنا، بلاتي واحد غلط، غنصلحوه كل شوي. وهكا فوالا. بيان ايفيدامون خاصة نديرو لها الزيت البلدية، نكبو عليها الزيت البلدية و الزعتر، أنا نجيبهم ونجيب. ما سبحان الله العظيم، بحال اللي قلت لكم الحياة تنبعث من جديد. ها لي كانطون، البركة دارت لي كانطون. هاهو كنار الذكر، حضرو غير مع داك القط دابا لا يجي. دابا فو فيغ اتونسيون، ولأن ها هو المنطقة هذا. تبارك الله تبارك الله، سبحان الله العظيم، تحياتي. انا جبت زويته، ولكن نجي ناخذ لي فوي دلوغيي. غادي نفغر نقول لكم علاش تو طالور. تخي بيان، انا جيت ها زويته باش كترطب شويه. لو بون بواسون ماروكان الحمد لله. وهادو لي لوغيي نديرو بينا معاها، كيعطيو نكهة مزيانة حتى مع الفخر، وهي كيديرو لها شوية ديال واخا. نخليوها دابا هكايا وحتى نهبطو طالور ونشوف هادشي فين. وهذا الزعتر ضروري مالحوتة هكداك، ومين نقلبوها عاوتاني نديرو لا ميم شوز. الزعتر رائع ومزيان مزيان، الفوائد ديالو راه قانون عليه. ايوا اوكي، نزيدو شوية ديال الزعتر نشوفو هادشي. ايوا رائع، بقى لي شوية من ديك الجهة. هادو غنديروهم هنا، نستغلو هاد الفحم اللي كاين. بطبيعة الحال كيجيو رائعين هكاك مباشرة، داكشي كبير و ونقدروا نذوقوا كاع. بسم الله، تري بون. هاد الجهه طابت، دابا ننتظروا الاخرى طيب. رائع، بسم الله. الحوته ديالنا شرغو، هادي شرغويه مبرعه زوينه الحمد لله، اللهم لك الحمد. والدعاء اللي كنستحضر انا دائما ملي كتكون عندي شي حوته بحال هكا وكنشويها في الفحم، خاصة الشرغو هو اللي كيجي مزيان هنا اكثر، كنستحضر دعاء سيدنا يونس عليه السلام الذي كان من المسبحين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم لك الحمد. قلنا الحمد لله احنا غادي مزيان، اليوم يوم جميل، وكنا تفاعلنا بالخير لحقاش الحياة تستمر وسيكون المستقبل أفضل إن شاء الله. وأنتم شفتوا حتى البطة فقصوا فقصات البيض ديالها الحمد لله. وبالنسبة للوباء راه الحمد لله ما يكون غير الخير، حتى ذاك المؤشر ديال الانتشار
راه واخا يطلعوا شي اعداد، ولكن الشير ديال الانتشار ديالو راه ان شاء الله غادي يهبط ويستقر. والحمد لله كلشي خدام مزيان وما يكون غير الخير ان شاء الله. وتحيه للموظفين العموميين الذين يعملون في الخفاء صراحه ويسهرون من اجل ان يستطيع رؤساءهم القيام وانجاز اعمالا ناجحه. الحمد لله على كل حال، وشكرا على انتباهكم.